اقل على الطرقات. الاخ من مصر نايت بازار مطعم الخليج في داخل تايلاند، نحن في شمال البلاد، سوق ليلي يسمى بنايت بازار. الحمد لله توفقنا بمطعم لبناني داخل المدينة بعد عدد أيام من الأكل التايلندي. السلام عليكم، نحن مع الأخ باسم. مطعم الخليج. مطعم الخليج. أيوة. أنا شيف لبناني ما شاء الله، أبو غانم باسل وأنا باسم. يعني في خدمتكم في أي وقت، تمرونا في أي وقت، مطعم عربي كل، مطعم خليجي عربي كل حاجة. جينا على المدينة، شو اسم المدينة هذه؟ شينغ ماي. شينغ ماي. شينغ ماي. في تايلاند. سبحان الله، وصلت في دغري وجدت إنه في مطعم خليجي وأكل عربي يعني. والأخ من مصر أم الدنيا. محمد. إن شاء الله. محترمة يعني. بارك الله فيك. ماشي، وفي أي وقت نشوف، نسعدنا نحن نشوفكم يعني إن شاء الله. اي حاجه حلال في المطعم ان شاء الله، في كل شيء باذن الله. والاكل لذيذ جدا، فجربناه وكان يعني بارك الله فيك. الاكل ممتاز. السلام عليكم. هذا سوق ليلي ضخم يسمى بنايت بازار. هذا هو النايت بازار. فيه كل ما يخطر على بالك، انواع شاي سبحان الله، اسماء غريبة عجيبة من اعشاب رائحتها يعني مميزة، بس ولكن طعم لازم واحد يشتري ليجرب. بالإضافة إلى الحر، حر على أنواعه، يعني سوق واسع، ربما نعود غدا إلى الدجاج المعلق. سوق فيه very beautiful. هذا السوق ليلي ليلا، اخ على المانجو، اخ هذا المانجو ولا ألذ من هيك، سبحان الله، يعني مميز طعمه، مميز مميز جدا. ليلا هذا الطعام الذي يؤكل، واخيرا التماسيح والعقارب، شفناها من هلا في مدينة أخرى. هذا السوق الليلي ضخم لدرجة، دخلنا بقسم فكرت انتهى، طلع لسه فيه أقسام وأقسام، عادات ومأكولات سبحان الله. حتى ضمن البلد الواحد، يعني نحن في الشمال حاليا، يختلف عن العاصمة بانكوك وعن الجنوب إجمالا.
واسعار المواد او السلع رخيصه شمالا بالنسبه لباقي المناطق او باقي المدن. How much cost? 89. Okay, thank you. عدنا إلى أحد الأسواق. هو سوق الخضار في هذه المدينة. هذه بداية السوق. لحم في حرارة 30 دون براد، يعني المناعة اللي عندهم رهيبة. أجزى الله على محي الصيني. اشترينا مانجو مع هذه الفواكه الأشطر، يعني في لبنان أعرفها تسمى الأشطر، هي لها اسم آخر وهي فواكه محلية. هذه تسمى دراجون فروت أو ثمار التنين. في أنواع ثمار لا أعرفها يعني كل بلد، ولكن ليس لدينا المزيد من الوقت لتجربة كل شيء. هذا السوق كغيره من الأسواق مليء، يعني مهما اشتريت يبقى المزيد المزيد. للأسف انه ما في مجال يعني بالشنطة السفر، يعني بضع كيلوات فقط. لديهم مأكولات ضعف، الله أعلم. ما هذا لا أعلم، الله أعلم شو هذا، ولا حتى هذا. هذه ليست بطاطا. هاف كيلو؟ يعني حتى هذول بده يصطوا بالوزن. اوكي ثانك يو فيري ماتش، ثانك يو. لا تسألني شو هذا، جربتها البارحة بس، ولكن سبحان الله طعمها لذيذ جدا. الفواكه عندهم لذيذة جدا، وإذا حدا بيزور هذه البلاد يعني لازم تجربها. الأشياء المستوردة غالي جدا، بينما المحلية رخيصة جدا. يعني هذه الأسماك المجففة، أسماك المجففة بس رائحتها يعني والله. عافينا عافينا، السمك كله مجفف، هذا كله أنواع سمك مجفف ويتركونها في العراء، في العراء سمك مجفف. هذا السوق بهارات أسماك ريدس مجفف، اطلب تجد. سمك في حرارة 30 35، لا تسأل كيف ولكن
اللي بعدهم عايشين. هذا الحي هو حي الورود او السوق، يعني كل الاسواق هون مقسمه في كل انحاء البلاد، يعني كل جزء مخصص لشيء. الوان سبحان الله هم مشهورين بهذا النوع من الورود والزهور. هي الوان سبحان الخلاق العظيم يتم بيعها وحتى خارج البلاد، يعني الى اوروبا وباقي الدول. جميع انواع الحشائش والزهور. هناك العديد من الاشياء التي لا نعرف اسمها، ولكن الصورة تتكلم كما يقال. هذه يتم تغليفها وتجهيزها ل يعني للبيع. وبالتالي يعتمدون بشكل كبير على الورود، حتى يعني في معتقداتهم تقدم كهدية او كقربان او يعني او ما شابه. يعني تقدم كهدية كقربان لأوثانهم. هذه محطتنا الأخيرة في هذا السوق وفي هذه المدينة. تشترك جميع المدن يعني في شيء واحد، وهو نفس البضاعة تقريبا، ولكن تختلف عاداتهم. بعض الشيء ما يتم تحضيره من المأكولات البحرية لو من السمك بس، ولكن الله أعلم. هذا من جوز الهند. هذا الله أعلم. دراجات نارية. هذه المدينة ليلا. يتم إيقاف حركة السيارات. أسماك وجوز الهند.
later. Thank you. عملاق هذا عملاق. أقل على الطرقات. الله أعلم ما هذا، حتى هذا لا أدري. What is this? Coconut pancake. Coconut pancake. Yeah. And why the color is like so? Black color. Black sticky light. Okay. هذا جوز الهند. Pancake جوز الهند. لما بيقول لك بوزة طبيعية، هذه هي اسمها البوزة الطبيعية. فواكه على الحل. جينا إلى أحد الشوبينج سنتر، يعني من أكبر اللي شفتهم. ما توقعت يكون عندهم هيك يعني محلات فخمة جدا، ولكن عملاق في من ما هب ودب. عملاق جدا، يعني الساعة الآن 7:30 ليلا. هذا المركز يفتح للساعة 9، ولكن كأنه ليل نهار، يعني شعب نشيط جدا ليلا، مع أنهم يستيقظون في الصباح الباكر. رح جرب الأكل الياباني، سوشي مع مقبلات أو ما أدري. لأول مرة تجربة اليابان، إلى أن يكون مشوارنا القادم إن شاء الله إلى اليابان. Sushi.
وجبة سوشي طازجة من محل ياباني سعرها رخيص جدا مقارنة مع الوانا. سوق آخر هذه هي أجواء المدينة ليلاً.